أحمد البسيوني، خالد وأسامة طلبة فلسطينيين يدرسون بجامعة خميس مليانة مقيمين بالإقامة الجامعية محمد رايس 1500 سرير. لحظات قبل أذان المغرب يتوجهون إلى المصلى لأداء صلاة المغرب، بعدها إلى المطعم الجامعي لحضور إفطار جماعي منظم على شرف الطلبة الأجانب. بداية الأجواء في رمضان في الإقامة الجامعية أجواء رمضانية رائعة جدا مباركة، خاصة في هذه الجامعة في هذه الإقامة كانت أجواء إيجابية ويحفها كثيرا من المحبة بين الطلبة الأجانب فيما بينهم. الأجواء أنا أخوية يعني، وهذا من شيم على كل حال الدولة الجزائرية والشعب الجزائري للشعب مضياف في هكذا شهر رمضان المعظم. اليوم أنا جايين باش نشاركوا الطلبة تاعنا الأكارم يعني، وخاصة الدوليين. مبادرة قيمة وخاصة مع الطلبة الأجانب، نثمن مثل هذه المبادرات. هذا وسادت بالإقامة الجامعية محمد رايس بخميس مليانة أجواء عائلية أخوية وتضامنية بين الطلبة الجزائريين والأجانب. الحمد لله اليوم كان جو أخوي بين بحضور السيد المدير العام لديوانة الخدمة الجامعية على شرف الطلبة الدوليين، في جو أخوي بين السلطات المحلية والمدير العام، واليوم في طاولة مع الطلبة الفلسطينيين والطلبة الأجانب. أيضا نحيي طلبة متواجدين طلبة الفلسطينيين بالخصوص على التواجد معهم في هذا هذه المأدبة. والله نحمد الله كيما الخاوة نتعامل مع بعضنا تعامل واحد، والحمد لله لا فيش يعني لا عنصرية لا تمييز ولا حاجة. الحمد لله هذه نعمة من الله، والشعب زي ما تقول قلبين في قلب. وما راكمش كيما يقول لك براوية، راكم مالين دار، مرحبا بكم. كيما يقول لك من الأخر خوتي العزاز، الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، حبة من حبة أو كريهة من كريهة، ونموت عليكم وراكم في بلادكم، ما ديروش حسابك راك في بلادك، دير حسابك بلي راك في بلادك، ربي يحفظكم. ويسعى الديوان الوطني للخدمات الجامعية لتحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى الإقامات الجامعية للطلبة الدوليين وفق برنامج أدرس بالجزائر.